اهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم انا حاضر في مركز اللي اكيد سمعتوا عليه بزاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مركز خاص بالتدريب وتعليم فن الحلويات والطبخ بكل الاصناف ديالو. كما كتعرفوا حنايا مقبلين على ليله راس السنه، هي ليله اللي اكيد بزاف ديال الناس كيبغيو يحضروا بها مجموعه من الاطباق. انا اليوم فسناقشت هذا الموضوع ديال التصوير مع طاقم هذه المدرسه الخاصه بالطبخ والحلويات، اقترحوا علينا على انه نتجنبوا اننا نوريوكم الحلويات، لانه زعما لي سيكري كلشي الناس اغلبيه ولاو كيشريوهم بدل بانهم يحضروهم في البيت، لانه التكلفه ديالهم برا كتقام ارخص شويه من انك تجيب زعما لي زانكريديون للدار وتقادها وتصيبها. فاكيد اليوم معنا جوج من المتميزين اكيد والمشرفين على هذا المعهد هذا، واللي اكيد الشيف مريم اللي معروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسيده اللي غتقدم لنا نفسها وغادي نتكلموا على الطبق اللي اختار لكم طاقم هذا المعهد هذا، اللي من خلال لو غادي نعرفوا كيفاش نقدروا نولدوا كما شفتوا في العنوان ارخص طبق واللي ما كيتجاوز الثمن ديالو 23 درهم، واللي ممكن لاننا ناخذوها ونعتمدوها في ليله راس السنه. اللي بغى يبارك مع عائلته يحتفل ولا ياكل طبق لذيذ وشهي من ايادي الشيف مريم اللي ما شاء الله حاضر معنا في هذا البث المباشر، وكذلك وحده من الاطر بهذه المؤسسه هذه. مرحبا بك. منين غادي نبدا؟ وقيلا لي فام دافور ياك؟ تفضلي لنا. السلام عليكم، معكم رشيدة أشكوك من مركز كونسال فور، مركز الطبخ والحلويات والتسيير الفندقي. أول حاجة كنبغي نشكر شوف تيفي على الاستضافة ديالهم اليوم. كيف ذكر الأخ علاء، غنقدموا لكم واحد الوصفة اللي هي اقتصادية بامتياز وفي متناول الجميع، اللي هي سوبريم دو بولي فاسون دو شيف، وغنخلي الشيف محمد بريم يشرح لكم اكثر عليها. مرحبا. السلام عليكم، محشره ماشي لكم ومرحبا بكم. انا اخترت اليوم الطبق الاقتصادي كما شرحت اكيد السيده، وهذا الطبق هذا ممكن اي واحد يحضره. حنا قالت لنا طبق بايدي الشيف، الناس يتخلعوا يقولوا واش فيه شي تكنيك صعيبه، اشرح لنا وقربنا من هذا الطبق. السلام عليكم، معكم مايسترو بريم في شيف دو كويزين، عندي اكسبيريونس عديده في مجال الطبخ. اليوم بغيت نقدم لكم سوبريم دو بولي. علاش؟ لقاش في متناول الجميع كما قلنا. علاش؟ لقاش انه السر ديال الدجاج كيطلع بتكلفه قليله وفي هذا السوبريم غادي نحتاجو السر ديال الدجاج وبعض لي زانغريديون اللي موجوده في السوق. يعني شو انغريديون فارانغريديون بصح لينا؟ مرحبا. كنشوف لافارين هذيك نستعملوها باش نطابيو بها البلون دو بولي باش كيعطينا لا كروسيون ولا كولور دوغي في لا كويسون. فوالا، هذاك اللون الذهبي اللي كنشوفو في الدجاج في الاساس ديالو هو لافارين. وبالنسبه للغارنيتور المرافقه للطبق غنديرو بون بيوري اللي معروفه شايه، وبطاطا شايه ما معروفه عند الجميع كتستعملو فيها غير الزبده والحليب والملح والزهر. لا بيوري لا بون بيوري. وبالنسبه للبدايه ديالنا نقدروا نستعملوا مثلا صوص شامبينيو حتى هو باش يكون حتى هو مرافق ديالو، لاقاش ضروري البلا هذا خاصو لا صوص باش يكتمل. غنديرو مثلا سوبريم دو بولي بون بيوري اي صوص شامبينيو. ودابا غادي نبداو باش نديرو معاك الطبق. مرحبا. بقاو معنا على المباشر متابعينا الكرام، غادي نقربوكم من مراحل تحضير سوبريم دو بولي، واحد الطبق اللي ممكن انك تحضروه. علاش محتاج الشيف حاول انك دير لي هكا هكا في كل طبق. مرحبا. بالنسبه للبدايه ديالنا غادي نديرو البطاطا ديالنا نقيوها ونديروها طيب دي بان فروا دي بان فروا سافو دير غنديروها في ما بارد مع الملح باش كطيب باش تربح الوقت. ايه. من بعد غننتقلوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي غنصايبوا لاصوص ديال الشامبينيو. لاصوص الشامبينيو اول حاجه غنستعملوا فيها بصله مقطعه بتقطيعه صغيره، غنستعملوا ثومه حتى هي هاشي، غنستعملوا لوتان، غنستعملوا بطبيعه الحال الملح وبزار، وكذلك الشامبينيو. الشامبينيو كاين عندنا في السوق معروف، كاين هذا ديال بوط كونسيرف وكاين الفخي، واي حاجه بغيتي تستعملها ما كاينش مشكل. يعني سوا درتي الفريش سوا درتي المعلب، فوالا هادشي اللي كاين. وكذلك ما نساوش اننا ضروري نحتاجوا الربيع، وكذلك الجو دو سيترون. الجو دو سيترون اللي كيعطي للدجاج او ميم طو واحد النكهه، وكنحيدوا الفوري. يعني فوالا هادشي اللي كاين. واخا وحنا كنهضروا على هذه الوصفه شفنا هذا المكون هذا اللي ممكن ان بزاف ديال الناس ما يعرفوش، هذا هو الزعتر ولا بالفرنسي كنسميوه حنا لو تاف لا كويزا فرونسيز. هو الزعتر طري. فوالا هذا الزعتر هذا طري هو اللي كيعطي النكهه لجميع الاطباق.
يعني اغلبيه لي فرونسيز كانوا كيستعملوا هما ديما كيستعملوا لو تان وغومارين وجميع وجميع لي زيرب بحال غومارين لا بازيليك لا ما كانش طري ماشي مشكل ماشي مشكل كلشي تستعمل غير هو اللي كان طري كيعطي لك هو او ميم طون كي في لا كويسون ديال الدجاج اللي غتشوف من بعد معنا هو تكدروا معاه حتى الثومه بوم لا اكرازي كي تو كي رونفورسي لوغو كيطلق كي رونفورسي لوغو كيخلي واحد الطبق اللي عندنا كزوينه. مرحبا مرحبا بكم. حاليا نشوفوا الطبق هذا نشوفوا مراحل التحضير. بالنسبه لمراحل التحضير حنا ديجا كما ورينا لكم اننا غنستعملوا بوم بيوري ديجا وجدناها. هاي كاين. هذه لا بيوري كيفاش كتصايب هاد لا بوم بيوري هي دي بار فروا كنديروا في البارد كنقيو البطاطا ديالنا وكنديروا فيها الملحه من بعد فاش كطيب البطاطا ديالنا كنشدوها كنباسيوها وكنطحنوها مع الزبده ومع الحليب سخون ولا بغيتي ثاني تزيد النكهه ديال البون بيوري كدير مثلا كما ديجا انت كتشوف معنا اننا طيبنا الحليب اللي خلطناه به فوالا طيب درنا فيه هو لو طان ودرنا فيه الثومه والغوزه يعني هاد لاشيش باش تجي بنينه ولا تجي فيها واحد اللوغو مختلف نحاولوا على اننا نشدوا هذيك الحليب ندير فيها شويه كيولي بحال مثلا فيزيون يعني كياخذ واحد النك فوالا الشراكه بين جوج تفهمت وهنايا سا شامبينيو تاع ديجا هادي سا شامبينيو ومعروفه بصوص فريسيا هادي معروفه كيفاش كتصايب هادي الديبار ديالها كنديرو الزبده وشويه البصله مقطعه صغيره وشويه الشامبينيو كتسيري هادشي كامل كتقيو اون فوا كتسيري كنزيدو عليه حنايا لا كريم ديالنا وفي نفس الوقت كاين مثلا باش تحتاج الكولور هذا كيكون بعض المرات كيستعملوا مثلا كاين اللي كيدير دومي كلاص ديال الفيوند باش كيعطي مثلا كيخلو الماء اون فونسي فوالا ولكن كاين واحد الطريقه اللي سهله اي واحد كيديرها هو الشامبي هو صوص شامبي صوص شامبيون ولا مثلا نقولوا احنا مثلا صوص سوجا ولكن صوص سوجا راه فيها جوج ديال الانواع فيها سوجا لايت اللي كتكون هي اصلا تخو صالي كتمشي مع لي سوشي مثلا مع اسياتيك وكاينه صوص سوجا دارك هادي هي اللي كدير فوالا ماشي الاخرى اللي كنديروها فوالا هذيك صوص سوجا دارك هي اللي كتعطيك هاد لاكولور هذا وتقريبا الاغلبيه ديال لي فاست فود كيستعملوا صوص سوجا دارك باش كيعطيهم هاد لاكولور يعني ما كيحتاجوش شي حاجه اخرى السر في الكولور هو صوص سوجا دارك لان هي اصلا صوص شامبيني وهي ديجا وجدنا حنا صوص شامبيني ديالنا لابيغ ديالي واعده ودابا نشوفوا الطريقه اللي نخدموا بها الدجاج فوالا باش يجي مسبب خليك شاف تخدم وشكرا لك على هاد المعلومات على حسن مزيان قلتلك فاكيد على بركه الله غادي نبداو مراحل تحضير هذا الطبق من قلب معهد كونسال فوغ واحد من المعاهد المعروفه في مدينه الدار البيضاء واللي كتسهر على تقديم الخدمات الخاصه في مجال الطبخ كل ما يخص الحلويات وكذلك الاطباق المغربيه والاجنبيه كذلك فكما كتشوفوا الشيف هنايا حاول على انه يدير شويه ديال الزبده والزعتر الزبده والزعتر هي الاولى دار في المقله ديالو وهنايا دار كذلك الثوم اللي غير هرسو بالسكين ومشى ودارو هنايا بالطريقه ديال لاكويسون كنستعملوا شويه زيت بالنسبه للطريقه ديال لاكويسون كنستعملوا زيت المائده وشويه الزبده علاش باش اوميم طون كيما قلت لك تعطينا لا كولور اوميم طون تعطينا النكهه وكما العاده كنديروا شويه الزعتر انا لو تا اونلاين اكرازي وكنقصوا من العافيه باش الزبده ما تحرقش اوميم طون تكون لاكويسون ديال الدجاج كيطيب واحد المده طويله ولكن ديما خصنا نحركوا كنشوفوا كنحرك كنحرك غير باش مثلا من باش تبقى ديما كلشي متناسق باش الباسه تكون ذوب زيت باش ذوب زيت كامل والزعتر الزعتر اللي ما كانش طري ممكن ان نديرو الاخر هنايا كنشوفوا الشاف كياخذ الصدوره ديال الدجاج هاد الصدوره واش مع نجيبوهم نقدروا نطيبوهم ولا خصهم من الافضل انهم يباتوا في هاد فهاد لاصوص ولا هاد الكحل ماشي مشكل دابا على حسب باش تنقي كما العاده معروف احنا بالنسبه للدجاج راه كما معروفين عند الجميع ضروري فاش كيجيب بالدجاج راك ضروري كنقي كنقدو في الملحه والخل مثلا ولا الحامض وكنتي كيغسلو وميم طون كيتسقطر باش كي وميم طون كيتجمع ما كيبقاش ما مطلق يعني فتا في لاكويسون ديالو كيجي زوين دقائق
كما كتشوفوا اكد على انه الدلال لازم يكون مغسول ومنقي مزيان ومغسول بالحامض والخل على ما اظن ياك والملح هما العناصر باش هكا كيتجمع وفي الطياب ديالو كيجي باين. هنايا غير الدقيق بوحدو ساعف ياك غير الدقيق بوحدو. هادو اللي كيديروا الشيبس مطحونه طبق اخر هذاك صافي سمحوا لي انا واقيلا ما بغيتش ندير كاع الاطباق في طبق واحد. خلي كشاف ما تحطش تياخذ فهاد تما كاينه الثومه الزعتر والزبده ودابا غيبدا يوضع هادوك الصدر ديال الدجاج اللي العافيه ديما مهيله لان الشتو ديال العافيه ديما مهيله باش يطيب على خاطره وميم طون كيوصل لحد لاكويسو ما يطيبش بزاف باش ما يقصعش ولا في لاكويسو تكون موين باش وميم طون يكون رطب الا كيشي جا رطب ما يكونش قاصح. واخا كيقول لك انا رطوبيا لانه ذاك الدجاج كيحاولوا عليهم يبيتوه في الحليب. لا لا الرطوبيه كتختلف غير في الطياب يعني فاش كديباسي واحد لا كويسون كتسمح لها مثلا في المده ديال الطهي كتفوت هذاك الوقت اللي خاصها المود كويسون ولكن الدجاج ما فيهش مود كويسون ولكن لا كويسون ديالو خاص تكون ديما جيتاز وميم طون كيبقى مويله كتاكلو كتقاطع. نصحوا الناس بعيدا على لي مون تكنيك انه يكون طيب على المهل ياك طيب على المهل زعما ماشي نجربوا عليه العافيه باش نكملوا دغيا لانه هو كيطيب دغيا عامة. هنا يا الشاف كيحاول يجي انا راه كندور معاه في الكوزين فين خدام وانا كنبرد فيه. فهنا غادي يوضع شويه ديال الزبده ضافها للطبق ديالو كما كتشوفوا. المهم الا نسيت شي مرحله غنعاود نرجع اللايف ونتذكر ولكن راه غنصيب هذا الطبق سأل كنفتحوا هذيك شويه نديروا مرقاق ولا ماشي مشكل. انا تقدر تخلي السيبريم كامل غير هذا السيبريم فيه دو باسي كاين باسي لي كومبلي وهذا باسي ديالو حنا حافظ على ما ضيعناش. مازال كل كتعطي شي بريباراسيون كنحيدو وكنديرو به مثلا شي حاجه. وبالنسبه للبلان الاخر اللي قلتي لي نتايا اللي فيه لي كومبلكس هذاك عطيني بلان بوحدو هذاك داخل اللي فيه دار كرانشي يعني كيكون مثلا كيعطي ديك القرمشه قرمشه كرانشي كيدخل في فريتيز يعني داك الشيء بلان بوحدو. هاد المره الجايه ان شاء الله نديرو المره الجايه نديرو ان شاء الله اكيد في هذا المعهد ما شاء الله في مجموعه اصلا في هذا المعهد ديال الكونسافو كنديروا برامج كثيره منها الطبخ الفرنسي والطبخ المهم المغربي كذلك المطابخ العالميه كلها وكاين عاوتاني وكاين عاوتاني مثلا الباتيسري وكاين ديزاين كيك ديزاين وميم طو كاين حتى الفاست فود بس حتى الوجبات السريعه الوجبه السريعه بحالك انت عرفت لانه كدير لا ليفغيزون فوالا انا بس اصلا انا كنت انا شاف الكويزين واستقلت ماشي استقلت يعني بحال خديت واحد الطريقه اخرى انا درت واحد السميه ديال مايسترو دريم وخدمت في الانستغرام ديالي والحمد لله راه بخير عندي كليان ديالي كنخدم معاهم وراه ميم طون كندير حتى انا كندير فورماسيون معنا فورماتا تبارك الله كما كنشوفوا الشاف ديالنا كيحاول لانه يرد البال للدجاج فما شاء الله كيدوي ورد معنا البال باش هاد الدجاج ديالنا يبقى هو على راسو عطى هاد الماء الى رديتي البال. نو ماشي الماء انا غير الزبده فاش كتزبدو مع الزيت كتعطيك زادت لي كميه ديال المرق زادت وقيلا يمكن ما لا هذيك غير راحت كيطيب ياك صافي سمحوا لي ما ديتش على المعلومات ديالي خذي ما قلت لك يقول الشاف انا راه نتلفكم. هنا عندنا لابيوغي اللي سبق وذكرنا على انها كتصايب بالمهروس ديال البطاطس كنزيدوا عليه الزبده والحليب ولا بغيناه يكون مزيان هذاك الحليب كنطيبوا فيه الزعتر. انا عطيتكم هاد لاستيس مهمه خصها تبقى فوق العافيه باش تبقى سخونه ما تصابتش باش دابا البومبيري كل ما كانت سخونه ولي كتجليس كل ما بردات كتقصح راه ما كلشي يعرف راه حتى من الناس والدينا نحاولوا انها نقدموها اخر مرحله حتى كنبغي مثلا الا كانت مثلا بعض المرات كيكونوا مثلا كتخليها مثلا كتصايبها كتوجدها وكتخليها ديما في عافيه مهيله بحال انا مثلا ناقص العافيه شتي كتخليها في عفيفه مهيله باش تبقى شاده لا طومبيراتور ديالها وكتجيني ساهله حتى في الدريساج مثلا ما يحتاج بلا ما نبقى ماشي غير بحال مثلا باغي نصيب طبق ندير الطبق الاول ليا انا وباقي شحال ديال الله غادي يجي ونعطيه نحاولوا لان نخليوها دائما على العافيه مهيله. فوالا كل ما خليتوها على العافيه مهيله وبالمهل كيتكابو الدنجال كي كنقولوا ياك شريك هنايا عاود قلنا الشرطه المرافقه حنا شرحناها وعاد هاد الشدود ديال الدجاج
كنبقاو نقلبوهم كل مره. هنا ما قدمناش الفران مثلا، الا خلينا مده طويله هنا كما يحتاجوا الفران يطيب هنا. يعني كاينه مرحله اخرى ان ندخلهم للفران مباشره. مثلا دابا كما كنقولوا حنا مثلا عصر السرعه، عصر السرعه عندك ان كليون جروب فوالا، عصر السرعه كتشد لا كويسون ديالك حنا كما شتي حنا ولا لا دوري كتخلي شويه او ميم طون كدير البلاك كتغطي بلاك الومنيوم وكتدخلو الفران هنا كيطيب بسرعه. اكيد في وقت وجيز ممكن ان نسرعوا من عمليه الطبخ الا بغينا، ونشدوا هاد الماشي غادي نديروا ليها البابي كويسونس وندخلوها للفران، هكا غادي تكون صيبات ولا طابت لينا بطريقه اسرع. بقوا معنا باش نشوفوا الطريقه اللي اختار الشاف على انه يدريسي بها الطبق ديالو من قلب هاد المعهد الخاص. ما شاء الله الشاف كيحاول على انه يوجد لنا هذا الطبق، هذا طبق اللي ممكن نقولوا على انه اييه. الشاف هنايا كيحاول على انه يغطي باش يسرع عمليه الطبخ هكا ما تاخذش الوقت اطول. يعني كل ما غطينا كل ما كتزاد السرعه ديال الطبخ، الضغط كيرجع. يعني كنعاود غير الهضره ديال الشاف اوكي كيجيب يلا راني فاهم. عاد كنحاول نحيد لك من الكادر ولا ما عرفتش. زعما عرفتي الكادر هذا ما كتقطعش الحيطة شوف محمد ما خطيتش باش السعالة الله يطول الله شكرا لك شايف. لا صافي بابا كتجيب شي حاجة قول لي داك بواحد واخا حيد. بحتاج نقلب الموسيقى.